بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، مصر على اعتاب مرحلة ديمقراطية جديدة متمثلة في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة. وها هي اليوم من جديد تعلن عن دعوة شعبها العظيم الأبي العريق كي يقوم بواجبه ويستكمل الطريق، طريق الوطن نحو التنمية والاستقرار، نحو الأمن والأمان، كي يمارس حقه الدستوري في انتخابات رئاسية حرة نزيهة وشفافية. واليوم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادات إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة. كلمة السيد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. السادة الصحفيون والإعلاميون ومندوبو وكالات الأنباء وممثلو القنوات والشبكات التلفزيونية، الحضور الكريم، شعب مصر العظيم، تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعقد مؤتمرها الصحفي الأول لكي تعلن عن الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو المجيدة. تمثل الانتخابات الرئاسية حدثا مهما وفريدا في مسيرة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، حيث يشارك كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين في عملية الاقتراع إعمالا لحقه الدستوري والقانوني في اختيار رئيسه الذي سيقود البلاد خلال فترة الحكم الرئاسية القادمة. وفي النهاية ستدون الهيئة الوطنية للانتخابات ما ستسر عنه إرادة الشعب في اختيار رئيسه من خلال مناخ ديمقراطي كامل. باعتبار أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه. خالد. وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وإصدار كافة القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصدر وفقا لما تقضي به أحكام الدستور والقانون، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك كله في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة ممن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء للمحكمة الإدارية الأولى. وتتعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توفرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائي بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين. تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى
بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية تحت إشراف قضاء كامل إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا عن ما ستتيح للمرشحين جميعا أن يكون لديهم من يوجه عنهم في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع، علاوة على السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشهر، إلى جانب السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية برمتها من أولها إلى آخرها. وهنا أخرج بس عن السياق، أنا بطلب من كافة المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام الدولية والمحلية يسارعوا القيد في قاعدة البيانات الموجودة لدى الهيئة لاستمرار القيد حتى دعوة الناخبين. فبدأوا هذا الأمر فضلا بسبب جهود أمانة الحوار الوطني عمى عن البيان اللي صدر منه بشأن انتخابات الرئاسة، ومؤكد الهيئة الوطنية ملتزمة بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر. وتوضح الهيئة الوطنية للانتخابات مجددا أنها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون، فإنها تهيب بسائر المؤسسات والهيئات ذات الصدر والمؤسسات الصحفية والإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون وقرارات الهيئة في هذا الشأن، وأن تكفل فرصا متساوية لجميع المرشحين لتقديم برامجهم عرض برامجهم ورؤاهم ومقترحاتهم أمام الشعب المصري، كما نهيب بالمؤسسات الإعلامية والصحف المصرية والأجنبية بالالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع عدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية، وسيتم تطبيق القانون في حالة رصد أي تجاوز أو مخالفة. وتؤكد الهيئة على الحيادة الإيجابية لكل مؤسسات وأجهزة الدولة وفقا لما نص عليه الدستور والقانون خلال العملية الانتخابية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون للهيئة في حالة رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن. السيدات والسادة، لقد تابعت الهيئة الوطنية ما تم تناوله خلال الفترة السابقة من محاولات البعض التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي، وإذ نؤكد أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تسمح الهيئة بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول، وسيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي والخروج به عن الكتب والضوابط المنظمة في هذا الشأن. كلنا ثقة في شعب مصر العظيم وفطنته ووطنيته وحكمته المعهودة في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد ودعم مسيرة الديمقراطية، وأن تخرج الانتخابات الرئاسية المقبلة بالصورة والمضمون اللائق باسم مصر وشعبها العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تقديمي لكل الاجراءات اللي تم اتخاذها من الهيئه الوطنيه للانتخابات استعدادا للعمليه الانتخابيه، بس طبعا لو في اسئله
ممكن نأيد بس اللي يرغب في الأسئلة لغاية ما نشوف البرزنتيشن وبعد كده نفتح باب الأسئلة. نقاط العرض، آليات التفاعل مع الهيئة، التجهيزات اللوجستية، قواعد البيانات الانتخابية، بروتوكول التعاون والاتفاقيات، نماذج عمل الانتخابات الرئاسية، البرامج التدريبية، التواصل مع الهيئة. آليات التفاعل مع الهيئة في الموقع الرسمي الخاص بالهيئة ده تم تحديثه ومراجعة التطبيقات الإلكترونية وإدخال بعض التعديلات ليتناسب الوضع الحالي. تم رفع كفاءة الموقع باستخدام أكثر من 180 ألف مستخدم في الدقيقة، وهي الحالة دي اللي هي خاصة بالاستعلام حل عملية الاقتراع عشان يقدر يوصل للجنته ويعرف مقرر لجنة فيه. الصفحة الرسمية للهيئة دي صفحة الفيسبوك، ودي منصة تواصل اجتماعي فعالة الصفحة لإمكانية التواصل وتلقي الشكاوى إن كانت موجودة نقدر نرد عليها. تم التعاقد مع جريدة الأخبار والجمهورية، ودول الجريدتين وسائل الانتشار وفق صحيح قانون إن إحنا بيتم نشر القرارات التي تستوجب قانون نشرها في جريدتين وسائل الانتشار بالإضافة للجريدة الرسمية. الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة دائمة مستقلة بذاتها لا سلطان عليها، اتشكلت ضمن الدستور اللي الشعب وافق عليه في 2014 مع مراعاة كافة المعايير الدولية. الهيئة مكونة من مجلس إدارة بيضم 10 قضاة متفرعين تماما، وبيعاونهم جهاز تنفيذي مكون من كفاءات مختلفة ليها خبرة كبيرة في مجال إدارة الانتخابات. الهيئة مسؤولة من الألف للياء عن إدارة الاستفتاءات وكل أنواع الانتخابات في مصر، وتحديدا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. يعني من ساعة ما نقول يلا انتخابات ونبتدي بدعوة الناخبين لحد إعلان النتيجة النهائية، وكل ده بيحصل بدقة ونزاهة وشفافية عشان الانتخابات تتم بشكل ديمقراطي سليم يليق بالمواطن المصري سواء كان ناخب أو مرشح. الهيئة الوطنية للانتخابات، شارك صوتك هيوصل. الهيئة الوطنية للانتخابات وجاري عدد 100% أخرى هتعرض في حين. التجهيزات اللوجستية، وتم التعاقد على كميات الحبر الفسفوري اللازمه لانتخابات الرئاسيه 2024 مع مراعاه الشروط الصحيه حرصا على المواطن. دي المستلزمات اللوجستيه اللازمه للعمليه الانتخابيه، ودي طبعا بطرحها على الراي العام عشان برضه لها اولويات، يعني الاغفال البلاستيكيه والصناديق الخاصه بالاقتراع والختم الخاص برئيس اللجنه والحقيبه اللي بيتم وضع كافه اوراق العمليه الانتخابيه والسواتر اثناء الاقتراع السري المباشر. تم رفع كفاءة الطباعات الخاصة بعملية التأييدات عشان يتم السهولة واليسر ومعينها بكافة الأحضار. الاسكانرات دي خاصة بعملية ما يتم تقديم أوراق الترشح من ضمنها التأييدات، فبيتم فحصها ومراجعة إذا كان في تأييد، في أي أخطاء تم تكراره، في تزوير واقع عليه، بيتم فحص هذا الاسكانرات وتم رفع كفاءته. دي اوراق العمليه الانتخابيه قدر المستطاع بالاضافه للتهيئات والطباعه. تم تجهيز مكان لتلقي اوراق الترشح بمقر الهيئه الوطنيه للانتخابات. ده نزلنا تم تكليف الاداره العامه لشرطه الانتخابات والمحاكم الابتدائيه والابنيه التعليميه، وتم اجراء معاينه ميدانيه بالفعل على المقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابيه على مستوى الجمهورية. وهم في حوالي 10,085 مركز انتخابي. قواعد البيانات الانتخابية. طبعا للعلم قاعدة البيانات الانتخابية هي ملك للهيئة الوطنية للانتخابات ويتم تحديثها كل فترة، ويتم تحديثها من الأحوال المدنية ووزارة الصحة، كل ما لديه بيانات تتعلق بالمواطنين بنحاول نتواصل وناخد عشان نحدثها اول باول. تم تحديث فعلا قاعده البيانات وبنلسها اول باول على موقع الهيئه، وكل من بلغ 18 سنه له حق التصويت. دي برامج اداره قواعد بيانات المشرفين على العمليه الانتخابيه. تم رفع برضه كفاءه البرامج عشان تتيح للمشرف على العمليه الانتخابيه من اعضاء الهيئات والجهات القضائيه الاستعلام عن مقر لجنته واختاروا بيها بسهوله ويسر. كذا موظفين اعضاء اللجان ومن الجهاز الاداري بالدوله. بروتوكولات التعاون والاتفاقيات اللي تم ابرامها بمعرفه الهيئه الوطنيه للانتخابات.
تم توقيع بروتوكول مع البريد المصري، وده حاجة كويسة نظرا لانتشار مكاتب البريد ووسائل الانتقال وسرعة وصول سيارات البريد لأماكن المقرات الخاصة بمكاتب الشهر العقاري لنقل اللوجستيات المتعلقة بها. والبروتوكول تم مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة. ومن الحاجات اللي أنا شخصيا سعيد بيها لأن أنا عرفت إن في حاجة في وزارة التضامن الاجتماعي اللي هو الراهبات الريفية. الراهبات الريفية هم حوالي 15,000 راهبة ريفية موجودة على مستوى الجمهورية. كل راهبة ريفية يعني حوزتها 400 أسرة. إحنا المستهدف بتاعنا توعية وتثقيف المواطن، فهنستغل بالبروتوكول ده نوصل للبيوت عن طريق الراهبات. وبنعمل دلوقتي تدريب مدرب عشان ندرب الراهبات على دور المواطن في مباشرة الحقوق السياسية. والمستهدف مش المواطن البالغ، أنا بستهدف الطفل اللي هيكبر، وده دوري إن أنا أوعيه وأوصله عشان لما يطلع 18 سنة يبقى فاهم حقوق سياسية ومباشرة. المجلس القومي لذوي الإعاقة برضه بيمدنا بالمعلومات مع وزارة التضامن الاجتماعي عشان نقدر نوصل لذوي الإعاقة ونوفر لهم الأماكن المناسبة والإتاحة في مباشرة الحقوق السياسية. دلوقتي تم برضه مجلس الإدارة، مجلس إدارة الهيئة وافق على أن يتم البنك الأهلي وبنك مصر محددين وفقا للقانون يجب تحديد البنوك للمرشحين إيداع حساباتهم الخاصة بالحملة الانتخابية عشان نقدر نتابعها ونراقبها ونعرف مصادر التمويل ومصادر الصرف دون سرد حسابات لأن ده وفقا للقانون. فتم تحديد البنك الأهلي المصري وبنك مصر. نمزج عمل الانتخابات الرئاسية. وقبل ما أبدأ، هو طبعا ده مجهود زمايلي في أعضاء الجهاز التنفيذي اللي أنا بشرف معاهم بالعمل، ويعني دي صورة توثيقية للجروب بتاع العمل اللي أنا يعني بشرف بوجودهم معايا أو أنا وجودي معاهم. البرامج التدريبية تم مواد خطة تدريبية شاملة لكافة المشاركين العملية الانتخابية والجدد في هذه العملية من حيث أعضاء الهيئات والجهات القضائية المنضمين حديثا أو موظفين الجهاز الإداري الذي لم يسبق لهم المشاركة. بيتم إعداد الدورة التدريبية لتعريفهم بكيفية إدارة العملية الانتخابية بداخل الجهاز. طرق التواصل مع الهيئة، ودي برضو لها شقين. الشق الأولاني هو تكنولوجي خاص بالموقع الرسمي والصفحة الرسمية والبريد الإلكتروني. ده طوال العام ودون وجود استفتاءات أو استحقاقات انتخابية. أما في حالة الاستحقاق الانتخابي أو وجود أي نوع من أنواع الانتخابات بيتم تفعيل 141 و 51 وذلك لتأثير وصول الناخب للجنه عبر التواصل مع الخمس طرق. بشكر حضراتكم جداً.